يا سلام. في حدا هون؟ شي حلو كتير. شو هالبيت هاد؟ كأنه مو هي غرفة النوم. لك كل هدول بس اغراض اسراء. لك هدول شكلهم كل واحد عم بينام بغرفه لحاله. كتير منيح، رح يكون اسهل مما توقعت بكتير. شو هالخبصة هاي؟ شو على بالي إيسو؟ بدي جرب هاد كمان. رؤيا، انت شو عم تعملي هون؟ شو لك شغل؟ انا يا ست اسراء، اسفه كثير كثير، جبت قومه السيد مروان يا ست اسراء، بعدين انا وعم حطهم فتت اتفرج وشفت الفساتين، وبعدين ما لقيت حالي غير عم طالعهم وعم بتخيل حالي فيهم. طيب روقي شوي، لا تبكي، خلص فهمت عليكي، خلص لا تبكي. لا لا لا، أنا هلأ رايحة أقدم استقالتي، كيف بغلط هيك غلطة؟ ما عم صدق حالي، بس الفساتين كتير حلوين، ما شفت مثلهم بنوبة بكل حياتي. روقي شوي، خلص رؤية، روقي اهدي، يعني بتكوني تحمستي وتشوقتي إنك تشوفيهم، يعني نحن البنات بنعمل هيك قصص، ما بنقدر نمسك حالنا، مو مشكلة. بس يعني عن جد ما كان قصدي شي، بس كان بدي أتفرج، ما كان قصدي شي. رؤية أنا فهمتك، لو سمحتي روقي، ماشي؟ شو بدي قلك؟ لما يكون عندي مقابلة دائماً كنت أخذ متياب رفقاتي وألبسهم، يعني عادي بتصير كثير، بس أنتي أوعك تزعلي حالك، اتفقنا؟ ليكي بدي قلك شغلة، إذا ما بتفهميني غلط، أنا في عندي شوية تياب ما بلبسهم، بتحبي تشوفيهم؟ يعني بتلبسيهم لما بيكون عندك مناسبة خاصة. عن جد عم تحكي مدام إسراء؟
ايه يعني شو فيها؟ بدك تشوفيه؟ يعني شو بدي اقول؟ تعي هون في كنزات ما كتير بلبسون، يعني اذا بتحبي خديون، واللي ما بتزبط عليكي ما زبطه. يعني انت نقلي بتشوفي مناسب. لكي هدول قبتهم مفتوحة، يعني عمليات للشغل ما بيضايقوكي. وأنا وقتها ما صار يومين مبلشة بالشغل بالشركة، من تاني يوم مروان نادالي أحضر الاجتماع، وأنا كنت مفكرة أنه كان جايبني لحتى شارك بالاجتماع، بس طلع بده يبعتني لحتى أجيب قهوة لـ80 بني آدم بالشغل. طبعاً وأنا راجعة على الطريق بوظت القهوة. وما عصب السيد مروان لأنه هو مبين عصبي كتير؟ عصب طبعاً، معقول يعني ما يعصب؟ بعدين خلاني لم 80 كاسة قهوة ورجع بعتني جيب بدالهم. بس يعني لا تاكلي هم، هو كتير لطيف مع اللي بيشتغلوا معه، كانت مشكلته معي شخصية. معناته كتير بيحبك لكان. طبعاً أكيد بيحبني. نحن أجينا. أهلا وسهلا. أهلين ماما. يا عمري انت أهلين يا روحي، كيف حبيبي؟ مرحبا مروان بك. حياتي انت. هاي انت. كنا عم ندردش أنا ورؤيا شوي. عن جد؟ شو يا روحي؟ حلو كتير. خليني شلحجة. ممتاز. يلا يلا يا روحي انت، يلا عبرني أنا الحلو. مرحبا، فينا نصير رفقات؟ أنا رؤيا. رؤيا يعني الحلم؟ ايه تماما، برافو عليك. يا الله مروان، انت شو عم تساوي؟ ليش عم تاكل لي الجزرات؟ كلها شفت جزرة. وانا بدي كمان. خد لشوف يا ابني، خد ليكي. ها شفتي كل الجزراي؟ ما انا ما في جزرة تانية للسلطة، يكون بيعلمك تاكلوا السلطة بلا جزر. عادي ولا يهمك، بأسوأ الاحوال منوصي من برا وبيجيبوا لنا جزر. أنا... وهيك ابني صار لازم روح. عن جد شكرا كتير إلك على كل شيء مدام اسراء. العفو حبيبتي رؤيا. يلا شوفك. سلام، نهاركم سعيد. مع السلامة. مع السلامة. ايه اول شيء شو بدنا نعمل؟ بدنا نغسل ايدينا لانه اجينا من برا. مزبوط، تفضل قدامي اطلس بيك. يلا مروان خد الجاكيت معك مشان ما يضل بالمطبخ. اها خلينا ناخد الجاكيت كمان. تعال معي يلا نغسل. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.